السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو ده هيكون الفيديو رقم 7 في فيديوهات الماسكولوسكيليتال ميديول. هنتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن الإنفرا تيمبورال فوسا. هنتكلم في 3 حاجات: الباوندرز والكوميونيكيشن والكونتنت. اول حاجة الباوندرز بتمتد منين لحد فين. هنتكلم عن الانتيرور والبوستيرور والميديال واللاترال. بالنسبة للانتيرور بتمتد لحد البوستيرور سيرفيس بتاع الماكزيلا. طيب بالنسبة للبوستيرور ورا بتمتد لحد فين؟ في عندنا تو بروسيس، هم واحد تخين شوية بنسميه الماستويد بروسيس والتاني رفيع بنسميه الستايلويد بروسيس، بتمتد لحدهم ورا. طيب بالنسبة للميديال بتمتد عندنا لحد اللاترال تريجويد بليت اللي بيتصل فيه تو ماسلز من الماسلز بتاع الماستيكيشن اللي هي الميديال واللاترال تريجويد ماسلز. طيب لاترال بيكون في عندنا هنا كده المانديبول، فبالتالي هي هتمتد لحد الريمس ولحد الكورونويد بروسيس بتاع المانديبول. طيب بالنسبة للكوميونيكيشنز هي بتتصل بالحاجات التانية وبتتصل بيها ازاي؟ اول حاجة بتتصل بيها الا وهو الاوربت، وده بتتصل بيه عن طريق فيشر اسمه الانفيرور اوربيتال فيشر. بتتصل كمان بالتيمبرال فصة اللي بتكون فوقها عن طريق الجاب اللي بتكون ديب للزيجوماتيك ارش. بتتصل كمان للتيرجو بلاطين فصة عن طريق فيشر بيكون بين التيرجويد بليت والماكزيلاري بون، عشان كده بنسميه التيرجو ماكزيلاري فيشر. وكمان بتتصل للميدل كرينيال فصة عن طريق تو فورامين، واحد اسمه اوفال والتاني اسمه فورامين سباينوزم. طيب بالنسبة للكونتنتس الحاجات اللي موجودة فيها، فيها كم حاجة؟ فيها 10 حاجات. طيب يا هنحفظهم ازاي؟ هنحفظهم ان شاء الله. عد معايا: 1 وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين 4. اول حاجة ده ليجامنت مفيش غيره اسمه السفينو مانديبولر ليجامنت، بيمتد من السباين بتاع السفينويد بون لحد المانديبول. طيب تاني حاجة وهم حاجتين مع بعض، ودول تو ماسلز، واحدة منهم اسمها الميديال تريجويد والتانية اسمها لاترال تريجويد ماسلز. طيب رقم 3 ودول عبارة عن فيزلز، في عندنا الماكزيلاري ارتري وفي عندنا الماكزيلاري فين وفي عندنا التيريجويد فينوس بليكسس. بالنسبة لرقم 4 ودي بقى نيرفس، في عندنا المانديبولر نيرف والبرانشات بتاعته، في عندنا سمول بارت من الماكزيلاري نيرف، وكمان في عندنا الكوردا تيمباناي اللي بيكون برانش من الكرينيال نيرف رقم 7 اللي هو الفيشيال، وكمان في عندنا الاوتيك جانجليون. فيديو النهاردة كان صغير وبسيط، لو عجبك الفيديو دعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، قولنا رأيك في التعليقات. يلا سلام عليكم.